من الجماهير السودانية صباح اليوم الذكرى الأولى لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم وفي أماكن أخرى في الولايات، حيث استشهد قبل عام في مثل هذا اليوم مئات من الشبان والشابات بعد أن داهم مسلحون في زي القوات النظامية ساحة الاعتصام بالخرطوم وخلفوا عشرات القتلى والجرحى بجانب العشرات من المفقودين. وأحرق شباب إطارات سيارات في التقاطعات الرئيسية تعبيرا عن احتجاجهم على تأخر القصاص للشهداء والجرحى والمفقودين. وفي وسط الخرطوم شددت السلطات الأمنية من إجراءات إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء، بينما دعت لجان المقاومة إلى إحياء ذكرى الاعتصام الباسل مع الالتزام بالتوجيهات ورفع الأعلام والشعارات وصور الشهداء والمفقودين وترديد الهتافات مع الالتزام بالسلمية. ووصف السيد رئيس الوزراء فض الاعتصام الثوري أمام القيادة في مثل هذا اليوم من العام الماضي بأنه جريمة في حق الشعب السوداني لا بد من محاسبة مرتكبيها. وقال دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام إنه لابد من الكشف عن المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم حتى لا تتكرر الاستهانة بالدم السوداني. أقف أمامكم اليوم لأخاطبكم في ذكرى واحدة من أكثر اللحظات حزنا وألما في تاريخنا المعاصر، وهي الذكرى الأولى لجريمة فض الاعتصام الثوري الذي انعقد جمعه أمام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم وفي ولايات السودان المختلفة منذ 6 أبريل 2019. مثل الاعتصام الجماهيري ذروة الحراك الثوري الذي بدأ في ديسمبر 2018 مستلهما كل نضال شعبنا من أجل استعادة الديمقراطية منذ الفجر الكالح لإنقلاب 30 يونيو 1989. اجتمعت كلمة شعبنا بكافة مكوناته الاجتماعية والنقابية والسياسية وقواه المطلبية الحية مرددة هتاف الثورة الباسل حرية سلام وعدالة، وانحازت قوات الشعب المسلحة بضباطها وجنودها الشرفاء لهذه الوحدة. وأشار حمدوك إلى نجاح دول كثيرة في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي، لكنه أكد على أن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة من أجل الوصول إلى المصالحة. وشدد في هذا الصدد على ضرورة كشف الستار عن كل ما حدث ومحاسبة المجرمين الحقيقيين. نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كافة المجالات إذا تمسكنا بالوحدة التي جمعتنا في مرحلة الحراك الثوري، وهو العهد الذي تركنا عليه شهداؤنا الأبرار وتجاوزنا الخلافات السياسية الصغيرة والمناوشات غير المفيدة والتفتنا إلى الهم الأكبر، وهو هم بناء دولة التنمية والديمقراطية في السودان التي تسعنا جميعا. لقد نجحت دول كثيرة في محيطنا وحول العالم مثل رواندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وكندا وألمانيا والبرازيل وتشيلي وغيرها من البلاد في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي، ولكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن ذكرى فض الاعتصام تجدد مسؤولية تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ومعاقبة المجرمين. وقال فيصل في حسابه على فيسبوك اليوم إن يوم 3 يونيو يحمل ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة يوم المذبحة والملحمة والصمود والبسالة، وأضاف أنها ذكرى تجدد تحميلنا مسؤولية العمل على تحقيق الأهداف التي نضل من أجلها الشعب السوداني وقدم الشهداء والمفقودين والتضحيات العظيمة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة فض اعتصام القيادة العامة بالمذبحة والملحمة والصمود والبسالة، وأكد أهمية تجديد العزم والتصميم على تحمل المسؤولية وإكمال المهام وفاء لدماء الشهداء. قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن الكشف عن المتورطين في مجزرة فض الاعتصام ومحاسبتهم مطلب وطني وعدلي ووفائي وإخلاصي،
وأكد الدجير في كلمته بمناسبة ذكرى فض الاعتصام أن الوفاة لشهداء ولدمائهم يتطلب من الجميع استعادة وهج الثورة وقوتها وتوجيه البوصلة نحو تحقيق الأهداف التي مهرها الشهداء بدمائهم. وقال إن 3 يونيو كان يوما من أيام التوحش مثلما كان يوما في البطولة والفداء، حيث سادت في ذلك اليوم نزعة الشر وانطلقت شهوة العنف الغادر لتحصد في مكان واحد العشرات من أطهر شباب السودان وأكثرهم برا بشعبهم، وأن القتلى الذين سفكوا تلك الدماء الطاهرة يعلمون أن الأمهات والآباء أحسنوا تربيتهم وتعهدهم بالرعاية وسهروا لراحتهم، ولكن لم يدخروهم لرصاص غادر بل لمستقبل عامر بالعطاء لوطنهم وشعبهم. سيظل الشهداء باقون في ذاكرة شعبهم كالوشم، وتبقى بطولاتهم سرديات وطنية ملهمة يحكيها النشيد الحر والأغنية الثورية والجدارية المعبرة وكتاب التاريخ الذي لم يؤلفه شهود الزور. شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار، هذا هتاف لم يجافي الحقيقة، فالشهداء أحياء بيننا بسيرتهم البطولية وبمعناهم الفدائي، كأنهم من قبورهم يواصلون السهر لحراسة الثورة. من جانبه رفض نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في واقعة فض الاعتصام أمام القيادة العامة القول بتأخر اللجنة في أداء مهمتها، وقال نبيل أديب في حوار أجرته معه قناة الشروق إن اللجنة بدأت عملها أواخر ديسمبر وتوقفت أواخر مارس بسبب كورونا. ما هو معيار التأخير؟ لأنه هناك حديث أنا بس بعد سنة، في سنة مرت على فض الاعتصام، ولكن اللجنة لم تكون إلا يعني اللجنة دي. أول حاجة العمل الحقيقي الذي عملته هو 3 أشهر، الفترة من 22 ديسمبر وحتى 22 مارس. هذه الفترة هي الفترة التي بدأ عمل اللجنة في 22 ديسمبر. بعد 22 مارس تجددت لفترة 3 أشهر أخرى، ولكن كانت معها جائحة كورونا والتي أثرت تأثير كبير على عمل اللجنة حتى وصلت للإيقاف الكامل الذي نعاني منه نحن الآن، الإغلاق الكامل 8 أسابيع. وأشار نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في واقعة فض الاعتصام أمام القيادة العامة إلى أن الاستعجال في إنهاء التحقيق في الواقعة من شأنه الضرر بقضية الاتهام نفسها، ورفض القول بوجود تأثير على عمل اللجنة من قبل نافذين، واعتبر عملا كهذا بأنه يمثل جريمة وهي التأثير على العدالة. أنت مفروض الباحثين عن استرداد حقوق الشعب وحقوق الشهداء يدوا اللجنة كل الزمن تحتاجه حتى أنها تقدم قضية مكتملة وقوية ولا تقبل للضحك. قال الاتحاد الأوروبي إن العثور على الحقيقة بشأن ما حدث في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية يبقى أمرا ضروريا، ودعا الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الحادثة. وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء أنه يتابع عن كثب جهود السلطات في السودان حول إجراء تحقيق مستقل وشفاف. وأعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة دعم شعب السودان من أجل تحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار، وحيا الاتحاد الأوروبي التضحية التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة التي دفعت السودان إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال للديمقراطية. جددت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وللسلطات السودانية لإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وتقديم الجنى للعدالة، ذلك في إشارة لفض الاعتصام.
وقالت المنسقة في بيان صحفي اليوم إن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة الانتقالية لتحقيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة. وقالت ممثلة الأمم المتحدة أؤكد مجددا الالتزام الثابت للأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان في وقت تخطو فيه نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها في السلام والديمقراطية. أشارت آخر إحصائية لوزارة الصحة عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجانب 9 حالات وفاة معظمها في ولاية الجزيرة، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 5310 حالة متضمنة 307 وفاة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقانون قد عدل قوة الزلزال إلى 5 درجات من 6.3 درجة الكوارث الطبيعية. هذا الزلزال كان بقوة 4.9 درجة وهز منطقة الحدود بين إيران والعراق.